كنت دلوقتي تدريب 1000 شاب، خاصة من شريحة المهندسين أو خريجين المدارس والمعاهد الفنية. كده أنا فهمت صح؟ خريجين الهندسة بصفة خاصة الحقيقة، وهنستعين من برضو بالمعاهد الفنية. أنا بعتقد أنه إحنا الحمد لله تاريخنا بيقول أنه عمرنا ما بنقول حاجة وما بنفسهاش إن شاء الله. طول ما إحنا فينا نفس، طول ما إحنا فينا دم بقى بالنبي لا لازم أتوقف هنا. طب لو شاب عايز ينضم لهذا التدريب يعمل إيه؟ والله يا فندم احنا هنعلن عن قريب جدا عن في معايير معينه لازم يتم تطبيقها. انا ما بعترفش بالعمل اللي ما فيهوش اي تخطيط. انا دايما بعترف وبيسعدني جدا العمل باستراتيجي محدده بتوقيتات محدده ومعايير للجوده. حتى الشباب اللي هيتم اختيارهم في عده معايير. يعني النهارده لو خدت شاب خريج هندسه لازم يكون ادى الخدمه العسكريه او تم الاعفاء منها، لان انا من النهارده لو انا عملت تدريب وتاهيل واحد دخل الجيش، طب وبعدين؟ فانا في معايير معينه وفي يعني في بعض المعايير هنطبقها في اختيارنا لهؤلاء الشباب. واهلا وسهلا طبعا، اول ما بنعلن عن الكلام ده ما بنعلنش عنه كمان بشكل اهون. يعني لسه الصيغه النهائيه لهذا التدريب لم تتحدد ملامحها بعد، يعني الشاب يقدم فين، الشروط لا ايه، لا موجوده ده. لا موجوده. طب يقدموا فين؟ ان شاء الله باذن الله احنا هيتم التنسيق او بيتم التنسيق مع نقابه المهندسين، لان هو كل الداتا وكل المعلومات بتاعت كل خريجين هندسه في 10 سنوات حتى الاخيره موجوده في نقابه المهندسين، وتم التواصل معاهم. وان شاء الله باذن الله هتسمعوا اخبار جيده قريبا. وزي ما قلت لك العمل باستراتيجيه محدده ومعايير محدده بتوقيت زمني محدد، اعتقد ان هو هيفرز في النهايه نجاح كبير ونجاح باهر. وانا بقول ان ده يعتبر انا بنقدم نموذج. ميزانيه تدريب 1000 شاب كام حضرتك؟ لا حتى الان لم تتم بعد، لكن هتكون في اضيق الحدود ان شاء الله. لكن كل اقدر اقول لك احنا قبل ما نتكلم في ميزانيه تدريب وتاهيل 1000 شاب نتكلم على جوده ما سيتعلمه الشاب او اللي هندربه عليه. لا وانا بسال السؤال ده عشان بس اطمن من حاجه، هل الشباب هيدفع حاجه في التدريب؟ الحقيقه اللي هيقوم بهذا الموضوع كله بالكامل هو احدى البنوك والمؤسسات المجتمع المدني اللي هتساند هذا الامر. الشباب هيتم التسهيل، هيتم التسهيل. لو لازم اعرف بنك ايه؟ لا ده هو بنك حكومي، بنك وطني محترم، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، احدى البنوك من احدى يعني احسن 5 بنوك يعني المفروض على مستوى مصر. الحقيقه خليني اقول انه احنا كمان بنمد ايدينا مش بس للبنك، بنك الائتمان الصناعي، احنا عاوزين كل بنوك مصر تشترك معانا وتدخل معانا في هذه المبادرات. احنا كمان محتاجين مشروع حد يتبناه، مشروع تدريب وتأهيل 1000 من خريج التعليم الهندسي، التعليم الفني، 1000 من خريج التعليم الفني. النهارده انا بدور على داعم ليهم، يا ريت عن طريقكم عن طريق البرنامج يتم فعلا الاعلان ان احنا فعلا محتاجين جهات تقدر انها تدعم تدريب وتاهيل 1000 شاب من خريجي التعليم الفني، وتدريب وتاهيل 1000 من المعلمين للتعليم الفني، لان ده مهم جدا عشان اقدر انا اضمن الاولاد في التعليم الفني في المدارس بيوصل لهم ايه وبيدرسوا ايه. ألف شكر حضرتك دكتورة منال العبسي، شكرا جزيلا.